فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: شخص ابتلي بالعادة السرية ولم يستطع تركها، فحلف أنه كلما فعلها فإنه يتصدق بمبلغ من المال، وفعلها مرات كثيرة ولم يتصدق بعد، وقد تاب الآن، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه يتصدق، يخرج عن كل مرة يخرج صدقة وفاء بالحلف باليمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.